الإمارات التي استولى عليها الصليبيون في الحملة الصليبية الأولى في مثل هذا اليوم 9/3 من عام 1416 ميلاديا، نجح البحار فارس كودي جاما في الخروج بأول رحلة استكشافية وصل بها إلى سواحل الهند الشرقية، وكانت من أوائل حركة الكشوف الجغرافية. في مثل هذا اليوم 9/3 من عام 1798 ميلاديا، قررت حكومة الإدارة في فرنسا وضع نابليون بونابرت على قيادة حملة متجهة نحو الشرق، ثم تم اختيار مصر وجهتها في 23/4 من نفس هذا العام. وأبحرت الحملة سرا من ميناء كولومب بفرنسا في 1 مايو من عام 1798. في مثل هذا اليوم 9/3 من عام 1989 ميلاديا، استرداد مصر للطابة من العدو الإسرائيلي بعد إعلان محكمة العدل الدولية حقيقة مصر في طابة.